ساكا. معظمنا سمع بهذا الاسم الذي يطلق على النساء السودانيات، ولكن هل تساءلتم مشاهدين عن معنى كنداكا ومصدره؟ كنداكا تعني الحاكمة أو الملكة، وهو اللقب الذي كانت تحمله ملكات المملكات الكوشية الثلاث كرمة ونبتة ومروي. ورحلتنا اليوم ستكون مع أشهرهن، الكنداكا أماني ريناس أو الملكة ذات العين الجريحة. حكمت أماني ريناس مملكة كوش المروية خلفاً لزوجها الأمبراطور تيريكيتاس من عام 30 حتى عام 10 قبل الميلاد، أي بالتزامن مع حكم كليوباترا لمصر ومارك أنتوني لروما. وقد شهدت مملكة كوش عصراً مزدهراً معتمدة على ثرواتها من الذهب والعاج والبرونز وخشب الأبانوس وتجارة الرقيق مع الدول المجاورة. ولكن ومع احتلال الروم لمصر بدأت جيوشهم بالتوسع جنوباً حتى وصلوا إلى حدود مصر الجنوبية والمتاخمة لمملكة كوش أي النوبة، فتخطوها ووصلوا إلى أراضي مروي وفرضوا ضرائب عالية جداً على أهلها. ولكن الملكة الشجاعة التي كانت تعلم أن جيشها لا يقوى على محاربة جيش الرومان الكبير استفادت من انسحاب قسم من الجيوش لشن حملات على ما يعرف الآن بشبه الجزيرة العربية، فجمعت جيشاً قوامه 30,000 محارب ووضعت خطة استراتيجية لتقسيمهم والهجوم. قادت معركتها بنفسها وفقدت عينها خلال أحد الحروب، ولكن ذلك لم يوقف الكنداكا المحاربة، فأوقعت هزيمة نكراء بجيوش الروم واستولت على أسوان وفيلة والفنتين وأسرت منهم الكثير، واستولى جيشها على الكثير من الغنائم ومن ضمنها تماثيل رومانية من بينها تمثال للإمبراطور الروماني أغسطس قيصر. قطعت رأس التمثال ودفنته تحت أدراج المعبد ليدوس عليه الناس يومياً لدى دخولهم وخروجهم في إهانة للإمبراطورية الرومانية ولأغسطس. وقد وجده عام 1910 فريق من علماء الآثار التابعين لجامعة ليفربول، وهو موجود الآن في المتحف البريطاني. بالعودة إلى القصة، استشاط الإمبراطور الروماني غضباً على فعلة الكنداكا وأوكل رجاله في مصر بقيادة جاسيوس بترونيوس بالانتقام، وهنا بدأ ما عرف تاريخياً بالحرب الرومانية المروية والتي استمرت لأربع سنوات. هذه الحرب أنهكت الجيشين اللذين سجلا المكاسب ومنيا بالهزائم في آن. وفي النهاية أرسلت الكنداكا أماني مندوبها إلى بترونيوس بهدية عبارة عن أسهم ذهبية جميلة مرفقة برسالة شفهية من الكنداكا تقول فيها: إذا أردتم السلام فالهدية رمز للصداقة والود، وإذا أردتم الحرب فاحتفظوا بها لأنكم ستحتاجونها. وهنا انسحب الرومان وتوقفت الحرب، وتوصل الطرفان إلى اتفاقية أعطت المملكة الكوشية أهم امتيازين، هما الإعفاء التام من الضرائب وتوقف المد الروماني خارج حدود المملكة. أما الكنداكا أماني فقد توفيت عام 10 قبل الميلاد واضعة اسمها بين القلائل مما استطاعوا هزيمة الرومان ودحر تقدمهم.